أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الدليل على أن الصور الممتهنة ليست محرمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر، أنا ذكرت هذا لكم، لما هتك الستر وجعل وسائد تركه، ولا شك فيه صور، لكن لما كان ممتهنا يوطأ ويتكى عليه ويجلس عليه لا قيمة له، ولا تتعلق به القلوب ويحصل به فتنة للشرك فيما بعد. نعم.